الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ، بسم الله نتوكل، بسم الله نستعين دائما وأبدا في جميع أمورنا. أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته من هنا من ميدان السوان في إمارة رأس الخيمة، إحدى الإمارات السبع التي عرفت بالكرم والجود. نلتقي في هذا اليوم حيث بدأ هذا المهرجان من هذا الميدان ليعود مرة أخرى وفي السنة الخامسة على التوالي، عندما حمل النسخة الأولى في ميدان السوان يحمل الآن النسخة الخامسة، والاسم الذي طبع على قلوبنا مهرجان سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ولي عهد أبو ظبي. حفظك الله يا أبا خالد ورعاك أينما كنت. هكذا اجتمع أبناء دول مجلس التعاون الخليجي في هذا اليوم وفي هذا الكرنفال وفي هذا الحضور المشرف وفي هذا الحضور الميمون في هذا اليوم السعيد، في هذا الحضور السعيد لسيدي معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار سيدي صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن العربية الأصيلة حفظه الله ورعاه، المهتم دائما والمطور بأفكاره الرائدة لرياضة الآباء والأجداد. انطلق أول أشواط هذا المساء، انطلق هذا الشوط، معركة من معارك السوان، معركة من معارك التاريخ. انطلق شوط اللقاية، انطلق الشوط الرئيس الأول، شوط الكاس الذي يحمل لنا أغلى الأسماء التي تسجل في ذاكرة التاريخ. كأس رصد للفائز بالمركز الأول، إضافة إلى الرنج روفر التي تنتظر. السعيد من بين السعداء المتقدمين المتواجدين المعلنين عن الحضور عبر الهواء مباشرة عبر قناة ياسر الرياضية وقناة دبي ريسينج والقنوات الناقلة، وأيضا هنالك إذاعة تردد رأس الخيمة الناقلة عبر الأثير للمستمعين. أبدأ مع حضراتكم مع أول المراكز المتقدمة في هذه اللحظات الشاهينية، تأتي مع المركز الأول. يقدم لنا الشاهينية علي بن خليفة بن عبد الله الرميثي، يتقدم بشعاره مقدم للشاهينية مقدم لمياسة. مع المركز الثاني ناوي على الرمز، ناوي على الرمز الغالي، يتقدم في هذه اللحظات قائد للهجانة يقود هذه المعركة. ولكن أتابع اللي غيرت اللي احتلت المركز الأول، يقين 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 اللي بياخذ الكاس بيمين يتقدم ويتبع طريق يقين الموقنة بأن الكاس الغالي لابد من حمول الرقم واحد. يقين محمد بن فايل بن راشد العويسي المركز الرابع، القدوم التقدم من جمرة وصلت في هذه اللحظات ويقدم لنا جمرة. محمد بن صالح بن نصره العامري يتقدم مع المركز الرابع، لأن ذكرنا المركز الثاني والمركز الثالث مع شعار الرميثي، بينما المركز الخامس القدوم من أسرار الأسرار
الامور تتقدم مع بالخالص يقدم لنا اسرار محمد بن غصاب بالخالص العامري. الترشيحات يا كثرها يا كثرها اللي انصبت على ظهري. اسرار بن حضيرم يكشف الاسرار والعوده الى مقدمه الشوط الى يقين الى يقين. انتوا بس قولوا امين. رحمك الله يا زايد رحمك الله يا زايد. من اسس الدار من اسس هذه الرياضه واجتمع ابناء الخليج ليتقدموا ليدفعوا ليطاردوا. يقين يقين من اجل الحنين من اجل ذكريات السنين لهذا الشعار المتقدم. مع يقين محمد بن فايل بن راشد العويسي المركز الثاني. القادمة مع المركز الثاني التقدم مع جمرة محمد بن صالح بن نصرة العامري. يتقدم جمرة اللي اشتعلت اللي اشتعلت جمرة غضا جمرة غضا. سارت جمرة إلى المقدمة قادت السهرة إنها جمرة. بينما المركز الثالث أسرار أسرار. وش هي أسرارك يا بالخالص؟ يتقدم مع أسرار ولكن أتابع اللي مع المركز الرابع أيضا يبي لها متابعة. الدوحة الدوحة سالم بن عبد الله بن علي الكتبي مع الدوحة. المركز الخامس القدوم الوصول. وصلوا 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 رجال مرغم وصلوا بنغمة الانتصارات. مرغم 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 وصلوا مع الهدادة. انطلقوا مع الهدادة سالم بن راشد بن غدير الكتبي يتقدم مع الهدادة. انهد عليهم بن غدير ولكن بالنصرة بالنصرة ما زال المنتصر ما زال مع جمرة ما زال مع الفوز ما زال مع الانتصار. ياهي من جمرة ياهي من جمرة. الكاس يا اخوان الكاس يا اخواني يا ملاك يا عشاق للأصايل روح يا بالنصرة مع جمرة. والقادمة أيضا يقين مع المركز الثاني. وأسرار أسرار الكيلو الأخير الكيلو الخطير. من لديه أسرار فليكشف الأسرار. العودة إلى مقدمة الشوط والبرنس أيضا قادم وخطير للغاية. جار الله بن عقيل أحذر وهو لم يدخل دائرة الخمس المراكز الأولى ولكن بالنصرة بالنصرة روح بالانتصار روح بالانتصار. والمنصوري المنصوري المنصوري بن دري يتقدم مع تعويض محمد بن علي بن دري. والفايزة جر الله بن عقيل ولكن جمرة 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 راح بالنصرة راح بالنصرة راح بالنصرة مع جمرة رجل المفاجآت رجل التساعير. راح بالنصرة راح بالنصرة انتصر بالنصرة انتصر بالنصرة. وادعهم 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 للكاس للكاس للكاس. انها جمرة جمرة غضا جمرة غضا. اشتعلت جمرة اشتعلت جمرة ما شاء الله على جمرة. الكاس مع بالنصرة مع بالنصرة. وسلام يا الشعيبة سلام يا الشعيبة سلام يا بالنصرة سلام يا بالنصرة. رجل المفاجآت لا جديد لا جديد بالنصرة يضرب من حديد يضرب من حديد. والكاس إلى جمرة. تهانينا لمالك جمرة على هذا الفوز محمد بن صالح بالنصرة المركز الثاني. تعود مع المركز الثاني محمد بن علي بن دري المنصوري. المركز الثالث الفايز لجر الله بن محمد بن عقيل. المركز الرابع وصلت في الهدادة سالم بن راشد بن غدير. المركز الخامس اسرار لمحمد بن غصاب بالخالص العامري. إذن متابعين الكرام في كل مكان رجل المفاجآت يفاجئ الجميع
في عادة ليست بمستغربة على مالكي جمرة من قدم محمد بن صالح بن نصره العامري 7:28 أربعة ذا من الثانية هو التوقيت الزمني لجمرة. تهانينا لخاطف هذا الكأس الغالي والرنج روفر محمد بن صالح بن نصره العامري 7:33 أربعة ذا من الثانية تعويض. تهانينا لمالك محمد بن علي بن دري المنصوري 7:33 8 أجزاء من الثانية الفائزة. تهانينا للبرنس ولأشقاؤنا في الشحانية هنالك في دوحة الخير ولجار الله بن محمد بن طالب بن عقيل. تهانينا للجميع على هذا الفوز والانتصار. شوط جديد وجديد سالم بن حضيرم. شكرا لزي.